شهد مجلس النواب التونسي بقصر باردو في العاصمة تونس انطلاق جلسة عامة في دورة استثنائية خصصت لمنح الثقة للأعضاء الجدد المقترحين ضمن التعديل الوزاري الأخير الذي طرأ على حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها يوسف الشاهد. وبهذه المناسبة ألقى الشاهد خطابا لتقديم برنامج عمل الحكومة القادم وأبعاد التعديل الوزاري، مشيرا إلى أن حكومته الجديدة ستكون حكومة حرب. وأكد خلال خطابه أن تغيير وزيري الدفاع والداخلية في التعديل الأخير يهدف لتكثيف جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرا خلال جلسة منح الثقة لحكومته الثانية أنه لا مكان في الحكومة لأي وزير تثبت إدانته من طرف القضاء، وأضاف أن أولويات حكومته هي القضاء على الإرهاب والفساد، وأن استحداث وزارة للصناعة لها أهمية كبيرة وانعكاس سيكون مهما على الاقتصاد التونسي. وأشار نواب في مجلس الشعب التونسي إلى رضاهم عن مسيرة عملية اختيار الوزراء الجدد، وأن دورهم هو التقييم ومراقبة عمل الحكومة الحالية، وإن إبعاد الوزراء السابقين كان ضرورة حتمية لدورهم السابق في حكومة بن علي واتخاذهم سياسات خاطئة أدت إلى اندلاع الثورة التونسية. كحزب ما قدمناش مرشحين متحزبين، ولكن احنا كان عندنا رأي في 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 الاختيارات، وكنا عندنا الحق معناها باش نعطي رأينا فيهم. عموما الرأي الإشكالية معناها اللي كانت موجودة اللي هي المحاصرة الحزبية نقصت على قبل برشا، يبقى ما زلت موجودة وهذا معناها ما نجموش نفيوه، ولكن عموما احنا راضين على الطريقة اللي وقع بها الاختيار نتاع الوزراء الجدد هذوما تغييرات، وباش نقيموا العمل بطبيعة الحال. احنا قبل كل شيء كان هو بشعب، احنا قبل كل شيء العمل نتاعنا التقييم والمراقبه، واذا كان الامور ماشيه في الطريق احنا بطبيعه الحال ماشيين معاه، والميزانيه هي باش تكون هي فرصه معناها باش نعاودوا نقيموا العمل نتاع الحكومه ذي. شهد مجلس النواب التونسي بقصر باردو في العاصمه تونس انطلاق جلسه عامه في دوره استثنائيه خصصت لمنح الثقه للاعضاء الجدد المقترحين ضمن التعديل الوزاري الاخير الذي طرأ على حكومه الوحده الوطنيه والتي يترأسها يوسف الشاهد. وبهذه المناسبة ألقى الشاهد خطابا لتقديم برنامج عمل الحكومة القادم وأبعاد التعديل الوزاري، مشيرا إلى أن حكومته الجديدة ستكون حكومة حرب. نحن نعتبر أن هذه الحكومة هي حكومة فشل، هي حكومة تحالف للوبيات متنفذة تهيمن على المشهد السياسي، تهيمن على منظومة الحكم، لوبيات مصلحة، لوبيات جهوية وفئوية وحزبية. هذه الحكومة هي هذا التحوير جاء بنكهة رئاسية، واضح أن رئيس الجمهورية أراد أن يحجم دور رئيس الحكومة وفرض عليه عدد من الأسماء. هذه الحكومة ضمت وجوه فشل عديدة عرفناها وجربها التونسيون في السابق، 15 وزير تجمعي كانت لديهم مشاركة في حكومات بن علي ما قبل الثورة، وأدت سياساتهم الخاطئة إلى اندلاع الثورة، وبالتالي كانوا هم مطالبون بأن يدخلوا في مسار العدالة الانتقالية لتحمل مسؤوليتهم فيما حصل قبل الثورة التونسية. هؤلاء نجدهم اليوم في الحكومة، ونجد معهم عدد من الوزراء الذين ليس لديهم أي ربما معناها أي إسهام في المرحلة الماضية، عدا أنهم لديهم مواقف سياسية معادية للقوى التي تدافع عن الثورة. وبالتالي نحن نعتبر أن هذه الحكومة تحمل بذور الفشل. هذا التحوير ليس لديه رؤية ولا روح وليس لديه أي برنامج، هذا التحوير هو فقط للسيطرة على مراكز نفوذ ومراكز قوة، وبالتالي هذه التركيبة لا تبشر بخير للتونسيين. وأكد خلال خطابه أن تغيير وزيري الدفاع والداخلية في التعديل الأخير يهدف لتكثيف جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرا خلال جلسة منح الثقة لحكومته الثانية أنه لا مكان في الحكومة لأي وزير تثبت إدانته من طرف القضاء، وأضاف أن أولويات حكومته هي القضاء على الإرهاب والفساد، وأن استحداث وزارة للصناعة لها أهمية كبيرة وانعكاس سيكون مهما على الاقتصاد التونسي. وأشار نواب في مجلس الشعب التونسي إلى رضاهم عن مسيرة عملية اختيار الوزراء الجدد، وأن دورهم هو التقييم ومراقبة عمل الحكومة الحالية، وإن إبعاد الوزراء السابقين كان ضرورة حتمية لدورهم السابق في حكومة بن علي واتخاذهم سياسات خاطئة أدت إلى اندلاع الثورة التونسية.